نورتينا وشرفتينا، بتبسط جدا عندنا فنانه شابه قمر يعني مثقفه فاهمه في السينما كويس قوي. انا كنت مبسوطه بيكي جدا في مهرجان القاهره، انا بشوفك بتحضري افلام كتيره فعلا بشرة. انا بتبسط جدا ما بكون معاكي، انت كمان اعلاميه شاطره يعني قعدت تلف 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 عشان اخد منها اجابه سؤال واحد. بس انا قلت لك والله قلتيني في الاخر عشان زنيت عليك. ايوه لا انت تقمري، عشان انا قلت لك انا بحترم برنامج بتاعكم لانكم فعلا قبل ما بتيجي يا شيرين بتبقي عارفه انت بتتكلمي مع مين، وبتبقي عارفه البني ادم انت بتعملي معاه انترفيو، عارفه عنه اشياء ومذاكراه كويس قوي. ان في اوقات كتيره جدا بيحصل معانا انترفيوهات اللي بيكلمك هو مش عارف انت اصلا بتعمل ايه ولا جاي منين ولا بتساوي ايه. حبيبتي ربنا يخليكي، ده من ذوقك، دي شهاده لينا بشرى. احنا بنحبك والحياه كلها بتحبك وبرنامج عينه، ومبسوطين ان احنا بقينا يعني معاكي في اعمالك وما شاء الله نمسك الخشب. هنكون معاكي بقى في الاستعراض بقى قريب ان شاء الله. والجو برد جدا، فكل سنه وانتم طيبين بمناسبه الشتاء واعياد راس السنه، وباي باي عشان لازم اطير.